بسم الله الرحمن الرحيم. قصة الشجرة الكريمة. هناك شجرة في الغابة. أين الشجرة؟ في الغابة. في الغابة. نعم. في الغابة. ممتاز. وهناك ولد. الولد يسكن في بيت. الولد يسكن. والبيت قريب من الغابة. البيت قريب من الغابة. كلوس. قريب من الغابة. الولد يجمع ورق الشجر. هذا ورق الشجر، صح؟ أزرق الشجر. نعم، لونها أخضر وقليل أزرق، لكن أخضر. أزرق. نعم، أخضر. لا، أخضر. هذا أخضر وهذا أخضر. هذا القلم أخضر. هذا أزرق. انظر، هذا أزرق. القلم أزرق، صح؟ القلم. القلم أزرق والشجرة لونها أخضر. القمر. أخضر. الشجرة is أزرق. والولد يجمع ورق الشجرة ويصنع تاج الملك. ماذا يصنع؟ تاج الملك. جيد. الولد يلبس التاج ويقول أنا ملك الغابة. أنا ملك الغابة. الولد يصعد الشجرة ويقفز من فرع إلى فرع ويأكل التفاحة. هم 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 هم. ماذا يفعل؟ يأكل التفاحة وعندما يتعب ينام تحت الشجرة. أين ينام؟ تحت الشجرة. الولد لا يذهب إلى الشجرة. الولد لا يذهب إلى الشجرة. هل يذهب الولد إلى الشجرة؟ لا. والشجرة حزينة. انظروا، الشجرة هنا سعيدة. سعيدة. happy. وهنا حزينة. الشجرة حزينة. وعندما يذهب الولد إلى الشجرة تصبح الشجرة سعيدة وتقول له أهلا بك يا ولد، تعال العب عندي وكل تفاحي واصنع تاج الملك. الولد يقول لا يا شجرة، أنا أريد النقود. ماذا يريد؟ نقود. النقود. النقود. الشجرة تقول ليس عندي نقود ولكن عندي تفاح. عندي تفاح. عندي تفاح. اقطع التفاح وخذه إلى السوق. إلى السوق. إلى السوق. وهناك يأخذ الولد التفاح ويبيع التفاح ويأخذ ماذا؟ النقود. النقود. بعد ذلك الولد لا يذهب إلى الشجرة. الشجرة سعيدة أم حزينة؟ سعيدة. الشجرة سعيدة أم حزينة؟ حزينة. حزينة جدا. الولد لا يأتي إلى الشجرة. بعد أيام الولد يرجع إلى الشجرة. الشجرة سعيدة. تقول له تعال العب وكل تفاحي. ماذا يقول الولد؟ لا يا شجرة. ماذا يقول؟ لا يا شجرة. يا شجرة أنا أريد البيت. ماذا أريد؟ أريد بيت وأريد أن أتزوج ويكون عندي أطفال. أطفال. نعم. تقول له إذن خذ فروع الشجرة وابني البيت. خذ فروع الشجرة وابني البيت. الولد يأخذ فروع الشجرة ويبني البيت ويتزوج ويكون عنده ولد وبنت صغير. وبنت. ولد صغير وبنت صغيرة. وبعد ذلك الولد لا يذهب إلى الشجرة. هل هي سعيدة أم حزينة؟ حزينة. حزينة جدا. بعد ذلك يرجع الولد إلى الشجرة. نعم، هنا هنا. ماشي. الولد يرجع إلى الشجرة وتقول له أهلا بك يا ولد، تعال كل تفاحي والعب عندي. ماذا يقول لها؟ لا يا شجرة أنا لا أريد أن آكل التفاح، أنا أريد المركب. الشجرة تقول ولكن أنا ليس عندي مركب. هل عندها مركب؟ الشجرة عندها مركب؟ لا، ليس لا ما عندها مركب. ليس عندها مركب. فتقول خذ نصف جذعي واصنع المركب. ماذا يفعل الولد؟ الولد يقطع الشجرة طاخ ويصنع المركب. ماشي؟ الولد لا يذهب إلى الشجرة. هل الشجرة سعيدة أم حزينة؟ حزينة. حزينة. بعد ذلك جاء الولد إلى الشجرة وكان سعيدا.
وأيضا الشجرة سعيدة. ماشي؟ سعيدة. الشجرة تقول حزينة. أنا حزينة، ليس عندي تفاح، وليس عندي أوراق، وليس عندي فروع، ولا عندي نصف جذع. الولد يقول لا، ليس هناك مشكلة، أنا لا أريد التفاح ولا أريد الفروع ولا أريد الورقة، أنا أريد فقط أن أنام وأستريح. وفعلا الولد يستريح عند الشجرة، الشجرة تكون سعيدة، والولد سعيد. سعيد. النهاية. سعيد. النهاية. شكراً.